السلام عليكم، أنا فاطمة القدومي، عضو هيئة إدارية في جمعية البلدة القديمة الخيرية، مديرة المركز النسوي بيت الكرامة. موقعنا في البلدة القديمة داخل مدينة نابلس. البلدة القديمة من أكثر المناطق اللي تضررت بفعل الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة. إحنا في مرحلة بناء حالية بعد الاجتياحات الإسرائيلية للبلد. طبعا ليش اخترنا انه يكون عندنا مركز نسوي؟ المركز النسوي راح يكون هو المركز النسوي الوحيد للمراه التي تقصده النساء في البلده القديمه. راح يكون مكون من مدرسه تعليم الطبيخ الفلسطيني، راح يكون من صالون للنساء، راح يكون في عندنا كافتيريا، راح يكون في عندنا قاعه تدريب. طبعا قاعه التدريب هاي راح تضم كثير مواضيع بتهم النساء عندنا في البلده القديمه. الكافتيريا راح تكون مكان بقصده النساء بالشتاء بالصيف، بتطلع عليه بتقعد بيجتمعوا مع بعض، طبعا هو راح يكون فقط للنساء. مدرسة تعليم الطبيخ الفلسطيني طبعا راح تكون هي المدرسة الأولى الموجودة بفلسطين، راح نهتم بالطبيخ الفلسطيني والطبيخ النابلسي. مدينة نابلس من أكثر المناطق جمالا في جميع العالم، ما بحكيش هيك لأنها بلدي. بتمنى إنكم كلكم تيجوا لعنا لنابلس، تعيشوا معنا هاي التجربة، تشاركونا في أكلاتنا العربية الفلسطينية. إن شاء الله بتيجوا وبتنبسطوا عنا، وأهلا وسهلا فيكم في أي وقت. شكرا للجميع.